طيب معانا الأستاذ بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة. طبعا برحب بيك وهارد لك النهارده. اهلا بيك كابتن مهيب، متشكرين جدا يا حبيبي. منور الدنيا، والنهارده يمكن شفنا أول ظهور لمصر المقاصة مع كابتن أحمد حسام ميدو، لكن يعني تشاء الأقدار إنها تكون أمام فريق نادي الزمالك طبعا المدجج بالنجوم. انت عارف حضرتك طبعا ان نادي الزمالك طبعا نادي كبير، وان بدايه الموسم زي ما حضرتك عارف مجموعه من اللاعبين مشيوا واللاعبين جدد، فطبعا كابتن ميدو كان الفتره اللي فاتت فتره اعداد يعني على اعلى مستوى، بس طبعا الانسجام زي ما حضرتك شفت بدا مع بدايه يعني النص الاول الشوط الاول، لكن طبعا نادي الزمالك نادي كبير وفرقه كبيره جدا ومدججه بالنجوم زي ما سيادتك قلت، والحمد لله ان قدرنا يعني نعمل نكون ند لنادي الزمالك. وطبعا زي ما حضرتك عارف انه مباريات الكاس بتبقى هي فرصه واحده، ومبروك لنادي الزمالك طبعا كنادي كبير، وهارد لك لنادي مصر المقاصه. لكن انت عارف سيادتك ان دي اول مباراه لنا في الموسم الجديد، نقول ان ده الكاس بتاع الموسم اللي فات، لكن بالجهاز الفني الجديد واللاعبين الجدد نقدر نقول ان الحمد لله يعني ظهروا بمظهر كويس، ونعد سيادتك ونعد جماهيرنا بان نادي مصر المقاصه هيكون الحصان الاسود باذن الله الموسم القادم. يعني معروف ان اداره مصر المقاصه اداره حريفه، في سواء في بيع اللعيبه او جلب اللعيبه، تعرفوا تجيبوا لعيبه بشكل كويس بيكون اسعارها قليله، بتبيعهم باسعار كبيره جدا. لكن انا شايف ان في السنه دي تدعيم بشكل كبير من نادي مصر المقاصة، هل لكم طموح معين في الموسم دوت؟ والله يا كابتن مهيب انت زي ما حضرتك عارف ان احنا نادي مؤسسي، سيادة الأمير محمد عبد السلام بيحط السياسه الاقتصاديه اللي موجوده، اللي بنقدر نقول ان في ثلاث محاور بنلعب عليهم، هو مصلحه النادي نمره واحد، ومصلحه اللاعب نمره اثنين، وتعويض اللاعب نمره ثلاثه. فاحنا النهارده في مجموعه من النجوم سابوا مصر المقاصه ومشوا زي جون انطوي وتراوري، مجموعه كبيره زي ما حضرتك عارف، لكن احنا الحمد لله في صدد ان احنا بنعوض اي نقص بوجود بعض اللاعبين الممتازين زي محمد ابراهيم، وفي الطريق ان شاء الله ايمن حفني، وكنا نتمنى وجود شيكابالا معانا، لكن ان شاء الله يعني نوعد بان الصفقات الجديده اللي موجوده هتظهر نادي مصر المقاصه باحسن ما يكون ان شاء الله. طيب ده سؤالي اللي انت حضرتك اتكلمت عليه، ايمن حفني كلاكيت للمره الثانيه او الثالثه، خلاص بيبقى قاب قوسين او ادنى من الانضمام للمقاصه وما بيحصلش، هل السنه دي ممكن نشوف ايمن حفني في نادي مصر المقاصه؟ طبعا اكيد ان ايمن حفني طبعا بعد وجود التدعيمات اللي موجوده لنادي الزمالك فهو مكانه الطبيعي في نادي مصر المقاصه، وهيبقى ان شاء الله هيبقى يعني من مصر المقاصه هيرجع ويعود زي ما كان واكثر، لانه كان مشكله ايمن حفني في نادي الزمالك انه ما كانش بياخد الفرصه لرؤيه المديرين الفنيين المتعاقبين على الفرقه، بدليل ان نادي الزمالك متمسك بايمن حفني حتى الرمى الاخير يعني. طيب يبقى نقول ايمن حفني خلاص في مصر المقاصه الحمد ان شاء الله بنسبه 99%. تمام بالتوفيق.